بسم الله الرحمن الرحيم. انا المقدم محمود محمد الحمود من مرتبات فرقه 18 دبابات اللواء 167 دبابات، وهذه هويتي. اعلن انشقاقي عن عصابات الاسد المجرمه وانضمامي للجيش السوري الحر لما رايته من مجازر بحق المدنيين في مدينه الرسن، وتشكيل كتيبه عز الدين ابو حمراء من عشيه نعيم. عاشت سوريا حره ابيه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.